عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيتكم بوصفة جديدة. اليوم مش نعملو مع بعضنا كوكيز بطعم الفاني بالبيبي دو شوكولا. وصفة سهلة وبسيطة ومين با 5 دقايق يكونوا كعبات الكوكيز متاعنا حاضري. توا هكا نبداو مع بعضنا بالمقادير التالية. عنا لهنا 100 غرام زبدة مارغرين او زبدة مصدر حيواني تكون بحرارة الغرفة. عنا لهنا بيبيت دو شوكولا كعيبة عظم. عنا روح متاع الفاني، نجمو لاروم متاع الفاني نجمو نستغنيو عليه ونعملو باكو سكر فاني. عنا لهنا 5 غرامات خميرة جاتو ما يعادل نصف الباكو. عنا لهنا كيس سكر محور، زوز كيسين فارينة. توا هكا نبداو على بركة الله طريقة التحضير. ناخذو 100 غرام زبدة، حلوها كيما هكايا شوية، نرميو السكر متاعنا. السكر متاعنا مغربلوه، ما تلاحظوا هذيك الحبيبات كي نصفيهم تخلصوا منهم. خلطوا الزبدة والسكر المحور بالباهي مع بعضهم. في المرحلة هذه نجمو نستعملوا الركاض الكهربائي. انا اليوم قلت نعمله لكم باليد باش اللي ما عندوش ركاض يدوي ما يحيرش، نجم يستعمل بدون ركاض كهربائي. ندخلوهم في بعضهم هكايا بالباهي، لازمهم يتجانسوا بالباهي. تلاحظوا وليو كي الكريمة تو ناخذو كعيبة العظم نتاعنا نقروها وناخذو قطرات من الروم تاع الفاني. كيما قلت لكم تنجموا تعملوا باكو فانيليا. ندخلوا المكونات مع بعضهم. الروم تاع الفاني يعطي جو اقوى من الساشيات نتاع الباكوات نتاع الفاني، تجيني اقوى من لي ساشي. دخلوهم هكا بعضهم الباهي. ما تلاحظوا ماذا بينا من نكونتاكتيوهمش بيدنا باش الزبدة ما تتفاعلش بحرارة اليد وتصيح ازيد من اللازم. تو نبداو نصبو الفرينة متاعنا. الفرينة متاعنا غربلناها، صبو شوية بشوية. ناخد هنا نصف باكو الخميرة
فاضل مغرفة قهوة صغيرة. خلطوهم مع بعضهم. كملوا صبوا الكاس الثاني. فرينة لهنا يعادل 300 جرام فرينة. وكل عادة ديما نقول لكم الفرينة انتم ما يلملكم الخليط متاعكم، معناتها ممكن نستحقوا اكثر ممكن نستحقوا اقل، عندكم ميزانكم. هنا العجينة متاعنا مستحقة شوية فرينة، نزيدوها مقدار مغرفة. أنا هنا استعملت كما قلت لكم زوز كيسين، لقيت العجينة متاعي ما زالت تستحق فرينة زدت مغرفة. المرحلة هذه نصبوا بيبيت شوكولا متاعنا، سي بون توا هكايا مريقلة. هذا القوام اللي تحصلنا عليه مريقلة كما تلاحظوا. تويكا نغلفوها بابي فين وندخلوها الثلاجة ترتاح مدة نصيف ساعة، لازم الزبدة ترجع تتماسك، ومن بعدك كملوا نشكلوها مع بعضنا. نغطيوها بابي فين ندخلوها نصيف ساعة الثلاجة، من بعد نرجع لكم. عطيناها كيما هكا نخليوها ونرجع لكم. بعد نصيف ساعة ملي برد الخليط متاعنا بعد ما حطيناه في الثلاجة، تويكا نبدو نخدموهم. ناخذو شوية لازمنا ما نعملوهمش، معناتها الكمية بسيطة ما مش كبار وما مش صغار برشا، بعدهم على بعضهم باش ما خاطر فيهم الخميرة ومش يتفاعلوا بالحرارة ومش يتحلوا باش ما يلصقوش. حاولوا نعملوهم قد قد. الفرن بتاعنا قاعد يسخن على 160 درجة، يطيبوا على نار ضعيفة شوية، ما يطيبوش برشا، لازم يقعدوا لونهم أبيض وما ما يوليوش دوري برشا. كمل تو نشكلهم بعد نرجع لكم. كعيبات الكوكيز كملت شكلتهم، توا كنشدو هكا كعيبات بيبي شوكولا وزينو زينو كيما هكايا. يعطيو منظر مزيان
وميم تو نشربو بيهم صغيراتنا ويحبوها. كملينا نزينهم كيما هكا كلهم، دخلهم للفور يطيبو، بعد كده نوريهم لكم في المشهد النهائي. كعيبات الكوكيز متاعنا توك حضروا، عملناهم في صحن التقديم. نحل لكم كعيبة قدامكم كما هكا، شوشة من داخل تريا. ان شاء الله تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. في ما تنساوش باش تعملوا لي ابوني وتفعلوا الجرس وتعملوا لي كومنتير وجيم في وصفة قادمة ان شاء الله.